أجرت تشكيلة شباب بالوزداد حصتها التدريبية الأولى تحضيرا لمباراة الكأس أمام أهل برج بوعريج. الحصة جرت وسط معنويات مرتفعة عقب الفوز المحقق أمام الوفاق الصيفي وبحضور جل اللاعبين ما عدا الثلاثي المتواجد مع المنتخب العسكري، أين يسعى رفقاء يحيى الشريف لتخطي عقبة الأهلي والتأهل إلى الدور القادم. إلى الهرنون. اول حاجه كان الهدف الاول هو انتصار على فريق البرج باش ندوزوا للدومي فينال، ومن بعد فللحديث بقيه. لهذا فكنحترم الخصم تاعنا، خصم رغم كيتواجد في القسم الوطني الثاني في المباراه ديال الكاس ما كتعرفش بهذا النوع بحال هكا. احنا هنا ربحنا ماتش ديفيسيل كونتر البريمي وين عرفنا نجيريو حتى دقيقه الاخر باش ربحنا، وان شاء الله هذا الماتش يخلينا نبريباريو الماتش تاع البرج في لاكوب الاز ان شاء الله. ان شاء الله احنا نجريو ماتش بار ماتش، ان شاء الله الماتش الجاي البرج ما دك نروحو ديمي فينال بيان سير تولينا اوبجيكتيف. نقول لك احنا الكاس هذا مادا انا في كارت فينال، ان شاء الله احنا نديروها نسطروها هدف ان شاء الله تاعنا الموسم هذا ان شاء الله، وين باش ننجحوا الموسم تاعنا ان شاء الله هذا العام. سي اون سيمان ديسيزيف بور لينا، ما يخفاكش باللي صافي لونطون وين سي ار بي ما لحقتش لهذا الدور تاع كارت دو فينال، وان شاء الله احنا رانا واعيين بالمسؤوليه، كاع لي جوار محبين يروحوا بعيد في هذا لاكو.